عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم لعبة البولينج بس على الجهاز. طبعا هذه لعبة البولينج وهذه أول تجربة لي. إذا تضغطون عليها لازم يوصل لها. لحظة شلون؟ لحظة، طبعا هذه أنا أول تجربة لي. أي فهمتها الحين. ياي بس بأول شيء الحين أعلمكم. أوكي شوفوا، أول شيء تمسكونها هني تودونها، أول شيء تحركونها. أوكي شوفوا، إذا شفتوا هذا عند اللي بالنص دزوها ورا كذا. أوه أنا باقي عندي واحد، أنا حسبي طيحتهم كلهم. اوكي نيكست تايم، الحين لازم اطيح هذا، راح اخليها كذي. اوكي وراح، يلا يلا ياس. اوكي نبدأ المرحلة الثانية. الحين يخلونك تبدأ تلعب مع الناس. اوكي انا اختار الحمراء ويلا. ما شاء الله تجربتي الاولى قطيتهم كلهم. أنا لي 10 نقاط. طبعا هي اختارت هذا اللون. اوه باقي لها واحد. يوتر يعني دوري، نختار الأخضر، رجعها ورا. اوكي باقي الاثنين. نختار هذه، نحاول نوجهها كذي. اوكي وندزها اوكي. انا 30 وهي 9. وبتدي كانت نهاية اليوم. اتمنى تحطون لايك، تشتركون بالقناة، واللي يبي هذه اللعبة يكتب بس بلياردو راح تطلع لنا هذه اللعبة. باي.